صاير شي لرجعت بكير؟ كمان؟ شو في بابا؟ هلا رح تحكي كل شي صاير معك من الأول. شو أحكي لك؟ ما فهمت ولا أنا عم أفهمك. ما سال ما عاد أعرف بنتي، كأنه عصبيتك كل الوقت ونكدك ما بيكفوا وعم تكذبي علي كمان. عرفت كل شي، أنتي انفصلتي. هي أنا ناطرة تفسير مسال. كمال طول بالك شوي، منحكي بعدين. ليك خوفت مسال؟ لو سمحتي ما فيني طول بالي أبدا بهيك موقف. أنتي قلتي له مو هيك؟ ما قدرتي تسكتي. لا أنا ما قلت له شي. أنتي الشي اللي بيخدم مصلحتك بتعمليه فورا، مالي متوقع منك غير هيك. عن جد ما عم صدق قديش طلعتي حدا سيء. اهدي مسال، قلتلك أنا ما حكيت له شي. بعرف عم تعملي هيك لتفرقي بيناتنا. بدك بابا يكرهني ويطالعني من البيت. ليش هيك عم تعملي معي؟ شو عملت لك؟ خلاص بيكفي. اعتذري فورا. معلش ما في داعي. بلا فيه، سمعتي ما سال، اعتذري من نارين فورا. ما رح اعتذر بابا، ما رح اعتذر من حدا ما عملي اي قيمة ابدا، وحتى خبى عني قصة موتك، وفوق كل هذا عم تحاول تمحيني من هالبيت. ما سال نحن حكينا بهالموضوع 100 مرة، الشي اللي صار مو مثل ما مفكرة. ايمت بدك تفهمي؟ انا كبرت بابا وما عاد صدق هيك اعذار وحجج. ما كان عندكم وقت تخبروني شو عم يصير، بس كان عندكم وقت تجيبوا هداك الولد وتتبنوه. انتو ما كنتوا بتعرفوا كيف فوتوا على هالبيت وبدكم تتبنوه؟ ما عم افهم. ان شاء الله مبسوطة هلا. هاي بابا ما عاد يحبني كمان. بكفي بقى، حاجة تلومي نارين على كل شي صار. هي اللي فصلتك من المدرسة؟ هي السبب بهالشي؟ حاجة تغلطي وتحطي اللوم على غيرك مسال، أنا ملاحظ كل شي. اهدى كمال لو سمحت، روق شوي. كيف بدك يعني روق؟ مو سمعتي؟ أنا ما عم أعرف بنتي. أنا بكرهكم كلكم. معلش، بتحكوا بالقصة بعدين. انت من امتى بتعرفي هالشي نارين؟ مبارح عرفت. كيف عرفتي؟ سمعتها كانت عم تحكي على الموبايل. وليش ما خبرتيني بوقتها؟ ما سال قالت لي انها رح تحكي معك وطلبت اني ما خبرك. أنا ما حبيت كبر المشاكل بيناتنا، لهيك ما رفضت طلبها. أنا كتير آسفة. هذا مو ذنبك، فلا تلومي حالك. أنا عرفت هالخبر من مدرستها، ولما شفتها كيف عم تتعامل معك ما قدرت أضبط أعصابي. بعرف هالشي، بس إذا تصرفنا بهالطريقة رح نكون عم نبعدها أكتر عنا، لهيك لازم نهدى شوي. خليني أنا أحكي معها بالأول. مسال، مسال فيني احكي معك شوي؟ انتي انتصرتي، ما بكفيكي هالشي؟ روحي من هون، ما بدي احكي معك. ما
ما ساليكي، أنا ما كان بدي يصير هالشي، ومو أنا يلي خبرت أبوكي بقصة فصلك، هو عرف الخبر من مدرستك. أصلاً إنك انفصلتي من المدرسة مانا نهاية العالم، رح نقعد ونحكي ونحل الموضوع، بس أنتي لا تزعلي. قلتلك 100 مرة ما بدي مساعدتك، وحتى ما بدي أرجع على المدرسة كمان. ما سال، لا عاد تقولي هيك، خلينا نقعد ونحكي برواق. نحن منحبك أكتر من ما بتتخيلي، صدقيني. كذابة، ما حدا بيحبني، وحتى بابا ما عاد حبني بسببك. أنا شفته كيف كان عم يتطلع فيني، صار يعتبرني أنا خيبة أمله. ليكي ما سال، شو ما صار يصير، أصحك تفكري هيك تفكير، وبحياتك لا تشكي بمحبة أبوكي إلك. أبوكي بحبك أكتر من أي شي تاني، وأنتي بتعرفي. بس أنا مو ما سأل الشاطرة يلي بيحب يشوفها ويفتخر فيها، أنا مفصولة من المدرسة، وشفتوا كيف اتطلع فيني من شوي. أنا خيبة أمل بالنسبة إله، خيبة أمل كبيرة كمان. ما سأل، ما عم صدق هيك عم تفكري؟ أنتي بنته وحبيبة قلبه. بكفي، روحي من هون، أصلاً كل شي صار بسببك.